مرحبا بكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من السؤال يقول عبر قناة الحياة الجزائرية. مشاهدي الكرام، أسئلة متنوعة متعددة مختلفة نطرحها على المواطنين بغية الإجابة عليها. وسؤال اليوم يقول: من هو أول من قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ أول من قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا عبر التاريخ. نتابع. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام. برنامج السؤال يقول عبر قناة الحياة الجزائرية دائما طيلة شهر رمضان الكريم. وسؤال اليوم يقول: من أول من قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ أول من قال جملة أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ أول من قال أهلا وسهلا أو جملة أهلا مرحبا، أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، ملك في اليمن. نعم، هو اللي غزا كان حابب يكسر، لا مش إبرهة، وإنما جاء بعده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فكر معي شوي. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطني اسم هذا الملك اللي قال أهلا وسهلا وقالها لجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب بن هاشم. ماشي النجاشي، لا لا، هذاك النجاشي. انا نشوف الحياة راحت، الله اعلم. واش تقول للمشاهدين الكرام؟ رمضان مبارك، وان شاء الله ربي يحل علينا بالخير والبركة، و قيام وصيام مبارك ان شاء الله. كما قلت مشاهدينا الكرام، برنامج السؤال يقول البداية بسيدي الكريم. تعرفوا عليك. معك الأخ الياس. أخ الياس، نعم. وعندنا أيضا مصور اسمه الياس. تشرفنا يا أخي. السؤال تاعنا يقول: من أول من قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ شكون هو الشخص اللي قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ والله على حسب المعلومات اللي عندي، يعني هذه الكلمة كلمة ترحيب، واعتقد انه النبي ابراهيم. لا، اجابتك بعيدة كل البعد. هي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. جد النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في هذه الحادثة. جد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، رجل من قريش، يعني هذا اللي قال الكلمة هذه؟ لا، رجل من اليمن وهو ذو منصب وجاه. والله يعني لا تحضرني الفكرة. رجل صاحب نفوذ، ملك في اليمن. والله ممكن يعني كاين خيارات يعني. لا، أنا أعطيتك كل، عاونتك بما فيه الكفاية. ملك، وقلت لك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم كان حاضرا فيها، وقلت لك أنه صاحب نفوذ وسلطة من اليمن، يعني من اليمن. هو أول من قال أهلا وسهلا، يعني مملكة حضرموت يعني. واش تقول للمشاهدين الكرام؟ رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله وبارك الله فيك. ما جابهاش. نواصلوا مع برنامج السؤال يقول عبر قناة الحياة الجزائرية. نتعرفوا عليك. مرحبا بكم. مستعد تجاوب؟ بيان سور. السؤال تاعنا يقول: شكون هو أول واحد قال أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا؟ أول واحد قالها في التاريخ شكون هو؟ لا كنيتي، ما على بالش. ما عندك حتى فكرة يعني ممت. أول واحد يقول أهلا وسهلا. بنادم نورمال، بنادم مسلم، ميزيلمون. هو عربي. عربي مسلم. بيان سور. اول واحد قالها ما تقدرش، ما عندكش فكره عليه؟ لا ما عنديش اي فكره. واش تقول للمشاهدين عبر شاشه الحياه؟ المشاهدين نقول لهم في رمضان الكريم بيان سور بيان سور، رمضان مبارك عليكم. معلش نواصل معكم مشاهدي الكرام، ونفس السؤال يقول، السؤال يقول من أول من استعمل جملة أهلا وسهلا؟ أول واحد قال أهلا وسهلا هنا في الجزائر ولا وين؟ لا مش في الجزائر، في اليمن. هو يمني. أهلا وسهلا الاسم تاع اليمني هذا؟ هذا السيد اللي قالها من اليمن. أهلا وسهلا، والله تفكر الذاكرة نسيتها والله العظيم. أول واحد قال أهلا وسهلا جوستومون، نفكرها مليح. قاطعه ونلقاها فهمتني. اهلا وسهلا. شو هينه ولا ما فيش بهذا وهذا اللي قالها قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. تقدر تساعدنا شويه؟ هو ملك في اليمن. ملك من اليمن. والله راح لي اسم تاعو، والله راح لي، والله نتذكر الذاكره راح لي اسم تاعو. اي ملك في اليمن. قال اهلا وسهلا، وقالها لجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صح سبحان الله العظيم. والله انا ما نحبش نوقف بزاف. بسم الله. الحاجه نتعرفوا عليك. ايه نتعرفوا عليك. انايا حاجه 70 سنه. الله يبارك فيك، ربي يطول في عمرك. وانتم ثاني. الحاجه سؤال تاعنا يقول شكون اول واحد قال اهلا وسهلا؟ اول واحد قال اهلا وسهلا. هذه ما نعرفهاش. ما عندك حتى ولا ما جاتك حتى فكره عليه؟ اول مره تسمعي وقيلا؟ اول مره السؤال وين؟ هذا هو. شكون هو اول واحد قال اهلا وسهلا؟ اهلا وسهلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. من الانبياء؟ لا هو ملك من الملوك في اليمن. مالك من الملوك. وقالها اللي جد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. لا ما عنديش عليها فكره. ما كاش فكره؟ لا لا لا. شكرا لك الحاج. واش تقول للمشاهدين عبر قناه الحياه الجزائريه؟ نقول لهم رمضان كريم، ونقول لهم ان شاء الله تسقم البلاد، والنتيجه راهي ان شاء الله على الابواب، ووليداتنا يعيشوا مستقبل هاني ان شاء الله. ان شاء الله فوالا. وبلادنا غنيه والثقافه ان شاء الله تعم فيها، ماشي كيما حنا شويه الاستعمار اللي خلانا من باب الدين بدينا رانا درك اللي رانا نتعلموا والحمد لله. هيني جامي ترو تاغ. هذا هو. لا من داك ساعه صح. افطركم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. برنامج السؤال يقول عبر قناه الحياه الجزائريه دائما. هذه الشاشه طيله شهر رمضان الكريم. برنامج السؤال يقول، تابع البرنامج ولا لا؟ نعم انا نتبع في البرنامج ما شاء الله. برنامج لاباس به لاباس به اخويا. الله يبارك. الحمد لله. شفت نوعيه الاسئله اللي تطرح؟ شفت نعم. السؤال اليوم، سؤال عدد اليوم يقول من هو الشخص الاول الذي استعمل جمله اهلا وسهلا؟ اول شخص قال اهلا وسهلا او اهلا ومرحبا، اول شخص قالها. أول شخص. أهلا وسهلا. مثلا نقول لك أنا أهلا وسهلا. هذا الشخص وين اللي قالها؟ أول واحد قالها. هي قيلت في اليمن. في اليمن. قيلت في اليمن من طرف ملك يمني، وقيلت لجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم. قالها ملك يمني. أعطني اسم هذا الملك. ملك آمني. من اليمن. ملك يمني. ما عنديش فكره يا اخويا العزيز، باش ما غنشقوش. ما عنديش فكره. معليش تقول للمشاهدين عبر برنامج السؤال يقول، واش تقول لهم؟ نقول لهم الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. معليش ممكن الاجابه. اول ربما سيف بن ذي يزن. بمناسبه ماذا قالها سيف بن ذي يزن؟ الله اعلم، انا على بالي بالشخص يعني سيف بن ذي يزن، لكن المناسبه الله اعلم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم سيف بن ذي يزن. نعم والله اهلا ومرحبا او اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ذهب اليه عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تهنئته بعودة الملك إليه. ذهب إليه رفقة أهل من قريش إلى الملك بن سيف بن ذي يزن، فقال له الملك سيف بن ذي يزن، قال له أهلا وسهلا. إذا مبروك عليك جائزة من طرف قناة. شكرا بارك الله فيكم. صحة ولنا مصحف من الذكر ما شاء الله ما شاء الله حاج الله. شهر رمضان الكريم الذي نتمنى أن يختم الجميع كلام الله عز وجل في هذا الشهر. إذا مشاهدينا الكرام مصحف كريم يهدى إلى السيد كريم في ورمضان كريم للجميع إن شاء الله، ويهدى له من طرف محمد زبيوش أهدي له، ولكن ماشي باش تحطوا هذه ما تفهموش، لازم ناجر فيه. معليش نجبدوا المصحف للمشاهدين الكرام، مصحف من الذكر الحكيم لكريم ورمضان كريم للجميع. سلموا الله يسلمك والله يسلمك. رمضان كريم ان شاء الله وهو كذلك. اذا مشاهدينا الكرام بهذه الاجواء الرمضانيه الجميله رفقه الجزائري رفقه الشعب الجزائري ننهي عدد اليومنا. السؤال يقول: وسط هذه اللمه الرائعه والجميله من خيره ابناء الوطن العزيز الذي نتمنى له كل خير ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحتك. شكرا.